نحتفي بالذكرى 11 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وهي مناسبة للوقوف على أهم المنجزات التي حققتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سواء على مستوى تحقيق أمن وسلامة المؤسسة السجنية وضمان يعني كرامة ديال الساكنة ديالها، ولا على مستوى تأهيل وإعادة الإدماج. وهي كذلك محطة للاعتراف بالخدمات الجليلة التي يسديها قطاع موظفي السجون. هذا القطاع يعني الصعب والمحفوف الخاطر، والذي لا يشبه أي قطاع آخر، لا على مستوى العطاء ولا على مستوى الخدمة، لأننا نشتغل مع أشخاص يعني حكمت عليهم الظروف إلى أن يكونوا داخل هذا الفضاء السجني التي فشلت فيه مجموعة من المؤسسات الإنشاء الاجتماعي وموظفي السجون كيقوموا بالدور التربوي والتأهيلي إلى جانب مجموعة من الشركاء سواء الدوليين أو الوطنيين أو كذلك مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مشكورة على أدائها. كذلك هذه مناسبة كنحتفيوا بموظفين ديالنا من خلال اختيار موظف متميز وموظفة متميزة على صعيد كل مؤسسة سجنية. هذا الموظف الذي يتم اختياره عن طريق التصويت ديال الزملاء ديالو لكي يحظى بهذا التميز ويتم الاحتفاء به. وكذلك مناسبة من أجل أن نربط جسور التواصل مع الموظفين المتقاعدين ديالنا ونكرمهم بهذه المناسبة، دون أن ننسى كذلك أرامل ديال الموظفين التي ما فاتئ السيد المندوب العام يحث على ربط جسور هذه مد جسور التواصل مع هذه الفئة هذه والاهتمام بها وبالظروف ديالها الاجتماعية. وكنتمنهم الله التوفيق إن شاء الله الرحمن الرحيم. مناسبة تتويجي هذا اليوم كموظفة متميزة، أتوجه بالشكر كل الشكر للموظفين والموظفات زملائي وزميلاتي بالمؤسسة وعلى رأسهم السيد المدير، وأعتبر هذا التتويج تكليف أكثر ما هو تشريف، كما أخص بالشكر لجميع موظفين وموظفات الإدارة المركزية وكذا موظفي موظفات الجهوية جهوية مراكش آسفي. وأنا ما تنعتبرش راسي مميزة من بين موظفات صحاباتي، فكنا مميزات الحمد لله، وكنا تنأديو الواجب وكنا تنخدمو بيد وحدة، وهذا بتعاون بيناتنا. شعور لا يوصف الحمد لله، وتنشكر جميع الناس اللي وضعوا فيها الثقة وكرموني وخصوني بهذه الجائزة اللي هي في الحقيقه راه تشريف، ولكن هي تكليف، لان تحمل واحد المسؤوليه نكون انا نبقى ديك الصوره اللي ترسمت عليا خصها تبقى ديما ان شاء الله، وانا تنوعدهم بانها نكون ديما ونبقى عند حسن الظن ديالي. في الحقيقه كما تعرف الجميع هذه المؤسسه راه مشهود لها على الصعيد الوطني باحتضانها لمجموعه من الانشطه اللي تتحاول تساعد الساجين على باش يخرج من هذيك العزله وهذاك وما يحسش بهذاك البعد على العائله وعلى الاحباب. وكما قلت انا محكوم بواحد المده طويله اللي 30 سنه الحمد لله ما بقى لي منها والو. وفي البدايه اتخذت واحد القرار انني هذه المده انا ما خصنيش نضيعها في اي شيء، لهدف توجهت للدراسه، حاولت نحصل على شهاده الباك وحصلت على الاجازه سنه 2012 مسلك الفلسفه، وبعدها اتجهت حصلت على شوائد في التكوين المهني، مجموعه من الشوائد اللي تنتمنى انها تساعدني ملي نخرج على برا نكون عندي شي حاجه اللي نواجه بها الحياه بعد افراج عني ان شاء الله اللي قريب ان شاء الله.